بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مدارس الشريف الخاصة، النهاردة هنبدأ في شرح savoir dire grammaire بتاع الدرس الثالث santé hôpital. والجرامير في الدرس ده عبارة عن شرح le passé composé الماضي المركب. والماضي المركب طبعا من اسم الزمن هو يستخدم للتعبير عن حدث تم وانتهى تماما في الماضي. طيب، وعشان برضو نعرف ان الجملة دي في زمن الباسي كومبوزي بيبقى فيه كلمات دالة على الزمن. example، كلمة hier معناها امس، avant hier أول أمس. كلمة passé يعني الماضي، dernier برضو السابق أو الماضي، أو كلمة il y a زائد فترة زمنية. il y a هنا معناها منذ. طبعا الكلمات دي كلها كلمات بتدل على زمن الباسي كومبوزي. طيب، عرفنا استخدامه وعرفنا الكلمات الدالة. طيب، ازاي بنكون الزمن الباسي كومبوزي؟ طبعا تكوينه هو فعل مساعد او بريزون في زمن المضارع، والفعل المساعد ده بيكون اتر او بيكون افوار، زائد لو بارتيسيب باسي اللي هو اسم المفعول. يبقى عشان اكون الزمن الباسي كومبوزي بجيب فعل مساعد اتر او افوار او بريزون في زمن المضارع، زائد بارتيسيب باسي اسم المفعول. تمام. طبعا الافعال اللي انا هجيب معاها فيرب اتر لازم اكون عارفها، لان فيرب اتر بياخد 14 فعل زائد مشتقاتهم زائد الافعال ذو ضميرين. يبقى لما اجي اجيب مساعد اتر او افوار مش بنقي بمزاجي، لا، اعرف ان انا هختار المساعد اتر لما الاقي فيرب من ضمن ال 14 فيرب دول اللي انا هقولهم او مشتقاتهم او الافعال ذو ضميرين. طيب، نعرف مع بعض بقى الافعال التي تاخذ المساعد اتر. عندي فيرب الي يذهب، فينير ياتي، نتر يولد، مورير يموت، انتري يدخل، سورتير يخرج، مونتي يصعد، ديسوندر ينزل، تومبي يقع، ريستي يبقى او يظل، بارتير يرحل، arriver يصل، passer يمر، retourner يعود. تاني، aller venir naître mourir entrer sortir monter descendre tomber rester partir arriver passer retourner. طبعا بحفظ الكلمات او الافعال دي كويس جدا جدا عشان دي الافعال اللي بتاخد المساعد اتر. تمام. عندي تاني المشتقات بتاعتهم بتاخد برضو اتر. زي ايه المشتقات دي؟ زي مثلا فيرب ريفينير، ريفينير يعود، زي فيرب فينير كده وبضيف قبله المقطع ار او، يبقى ريفينير ده مشتق من فعل فينير. وعندي فعل رونتري اللي هو يعود، لو جيت على فعل انتري اللي هو يدخل، تالت فيرب على الشمال باللون الاسود، انتري لو ضفت قدامه حرف الار، حرف الار، هيبقى الفعل ده مشتق من الفعل انتري اللي هو يدخل، ده برضو بياخد المساعد اتر. طيب، عندي افعال ذو ضميرين زي الافعال اللي هي بتسبق باس او او اس ابوستروف، زي فيرب سيليفي، زي فيرب ساميزي
اللي هو يتسلى. تمام. طيب عندي اكزامبل هنا بيقول لي aujourd'hui il va au musée. aujourd'hui il va au musée. طبعا aujourd'hui يعني النهارده، يبقى الزمن بريزون مضارع اللي هو باللون الاحمر، فيرب اللي في زمن المضارع متصرف. طيب بيقول لي commence par hier، هنبدأ ب hier امس، يبقى الجملة hier يبقى زمن بس كومبوزي. il طبعا فيرب اللي من الـ14 فعل، يبقى ياخد اتر اهو، فيرب اتر متصرف مع الايل في البريزون في المضارع اللي هو باللون الاخضر ايه. طيب كده جبنا الفعل المساعد. طيب امال ايه اللي جنبها باللون الاحمر جنب باللون الاخضر فيرب اتر؟ ده اسمه البارتيسيب باسيه، اسم المفعول، وهنعرف دلوقتي ازاي بنجيبه. تمام. طبعا فيرب اللي زي ما انت شايفه المصدر مفروض اخره ار. طيب جابل منه اسم المفعول ازاي؟ حذف حرف الار وحط على الاي اكسنت يو زي ما انت شايف كده. يبقى هنا ازاي نجيب اسم المفعول بارتيسيب باسي من افعال المجموعه الاولى، زي فيرب اللي، زي فيرب فيزيتي، زي فيرب مانجي، كل الافعال دي مجموعه اولى، بنحذف الاي ار اخر حرفين ثم نضيف الاي عليها اكسنت يجي اللي انت شايفها بالشكل ده. اكزامبل فيرب اللي بقى كده بالشكل ده، اللي فيرب فيزيتي بقى بالشكل ده برضو، حذفنا الاي ار وحطينا اي عليها اكسنت يجي. دي الافعال بتاعت المجموعه الاولى. طب ازاي نجيب البارتيسيب باسي اسم المفعول من الديزيام جروب المجموعه الثانيه؟ قال لي المجموعة التانية بنحذف فيها حرف الإغ فقط. إكزامبل فعل فينير ينهي بقى شكله كده، حذفنا حرف الإغ بس. يبقى إيغ جي سوي اللي، ده زمن البارتيسيب، زمن الباسي كومبوزي ماضي مركب، اللي باللون الموف ده واخد المساعد إتر قبله الأخضر عشان الفيرب زودا، عشان فيرب من الـ14 فعل احنا قلناهم. تمام. اسم المفعول منه ده اخره ايه ار، حذفناه وحطينا ايه عليها اكسنت جي. الاكزامبل اللي بعده hier nous avons fini le devoir، طبعا هنا مش واخد المساعد اتر لان فعل finir ينهي مش منه، مش من الـ14 فعل، جبنا له المساعد avoir صرفناها مع nous avons، وfinir اسم المفعول منه بنحذف الار عشان ده مجموعة تانية. تمام. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من درس الباسي كومبوزي، ونكمل بقية الدرس في المرة الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.